أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أبعاد إعلان منظمة الصحة العالمية عن إصابة 30,000 يمني بمرض السرطان الثدييا. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 30,000 حالة جديدة مصابة بالسرطان كل عام في اليمن، وحذر مسؤول في المنظمة من تنامي انتشار السرطان في اليمن في الوقت الذي يهدد فيه النظام الصحي بالتوقف. يأتي هذا في ظل وضع إنساني كارثي تعيشه البلاد، قالت فيه الأمم المتحدة إنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل أثرت الحرب وانهيار المنظومة الصحية على انتشار هذا المرض؟ وكيف يمكن إنقاذ آلاف اليمنيين من هذا الداء القاتل؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. إلى جانب حربهم الدائرة منذ أعوام، يواجه اليمنيون حربا أخرى مع الأمراض والأوبئة. فقبيل اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، حذرت منظمة الصحة العالمية من تنامي انتشار المرض في البلاد. وفي الوقت الذي يصارع فيه النظام الصحي للبقاء على قيد الحياة، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك 30,000 مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام، حيث سجلت المنظمة نحو 10,500 حالة جديدة في العام 2017، ولم تحصل سوى 40% من الحالات على العلاج بشكل كاف. مزارعو القات في القرى اليمنية هم الشريحة الأكثر تعرضاً للإصابة بمرض السرطان، ويعود ذلك إلى استخدام المبيدات الفتاكة غير المصرح بها في رش نبتة القات والمحاصيل الزراعية خصوصاً الفاكهة. وتسجل محافظة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث الإصابة بمرض السرطان، تليها محافظة تعز ثم محافظة إب ثم الحديدة، وهي النسب الأكبر من حالات السرطان. ومعظم الإصابات تكون في الجهاز الهضمي والغدد الليمفاوية والبلعوم، وانتشار الأورام السرطانية في الرأس والرقبة. ليس مرض السرطان القاتل الوحيد الذي يواجهه اليمنيون، فقد كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أن العدد الحالي للحالات المشتبه إصابتها بمرض الدفتيريا بلغ 914 حالة، منها 59 حالة وفاة. ومع تزايد تدهور الأوضاع المعيشية، يتزايد عدد المحتاجين للعون الإنساني في كافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد المحتاجين إلى الدعم الصحي أكثر من 15 مليون شخص بحسب منظمات دولية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من العاصمة المؤقتة عدن، وكيل وزارة الصحة الأستاذ علي الوليدي. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. إذن أستاذ علي، إحصائية مرتفعة وارتفاع في إصابات بأورام السرطان، إصابة 30,000 يمني بمرض السرطان سنويا كما تعلن منظمة الصحة العالمية، هل يعني ما الذي يشكله أو ما الذي يعنيه هذا الارتفاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس والقائمين على القناة وكل طاقم القناة في استضافتنا في الحلقة فيما يخص الوضع الصحي في بلادنا، وبالذات في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان. لا يخفى عليكم ولا يخفى على الجميع الانهيار الذي تعرض له القطاع الصحي بعد أن استولت الميليشيات على مؤسسات الدولة، وكان أكثر متضررين هو القطاع الصحي، جميع المؤسسات الصحية، المستشفيات، البرامج، المراكز ضمنها مراكز الأورام، تم إيقاف الموازنات التشغيليه لهذه المراكز، كثير من الكادر الصحي من هو من شرد، من هو من عدم، من هو من اعتقل، من هو من استشهد بسبب ما قامت به الميليشيات. اكثر من 55% من المرافق الصحيه تعرضت للدمار بسبب ما قامت به الميليشيات للقطاع، لم يعد يشتغل الا 45% منها ولم يشتغل بشكل كلي، من ضمنها مراكز الاورام. هناك معاناة شديدة وتحديات كبيرة تواجهها وزارة الصحة العامة والسكان فيما يتعلق بمراكز الأورام، من ضمنها شحة في الأدوية والأسعار المخيفة لأدوية الأورام،
مع أنه هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وعدد منظمات الأمم المتحدة وكذلك مع مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي في دعم مراكز الأورام بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتم إرسال من العاصمة عدن لعدد من مراكز الأورام عدد من الأدوية أو كمية من الأدوية لعموم محافظات الجمهورية. لكن هناك تظل إشكالية كبيرة أيضا في موضوع التوعية الصحية في والتشخيص المبكر لأمراض السرطان، وهذا كله عبء كبير على وزارة الصحة العامة والسكان. نتمنى في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة أنه تكون هناك استراتيجية، حيث أنها كانت السابق استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة العامة والسكان منظمة الصحة العالمية وعدد من الجامعات والأكاديميين في عدد من الجامعات اليمنية اللي خرج باستراتيجية لمكافحة مرض السرطان في بلادنا. طيب، يعني عندما نتحدث عن هذا الارتفاع بالإصابة، هل هذا المعدل كان نفسه أو ذاته قبل انقلاب ميليشيات الحوثي، أم أن الأرقام تزايدت وتضاعفت الآن؟ طبعا بوضع الحرب هناك في خلل كبير في من ضمنها التشخيص، من ضمنها التوعية الصحية، أيضا الممارسات في بعض نمط الحياة للمواطنين مع وجود الحرب، كل هذا أثر سلبا في انتشار عدد من الأوبئة ومن ضمنها مرض السرطان. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ الوليد. ينضم إلينا من صنعاء دكتور وليد السجيري أخصائي للأمراض السرطانية. أهلا بك دكتور وليد. أهلا ومرحبا دكتور. في البداية، يعني لو تعطي لنا لمحة أو تحدد لنا العوامل التي تساهم في زيادة انتشار الأورام السرطانية في البلاد. أستاذ وليد، هل تسمعني؟ ألو. نعم أنا أسمعك، تفضل. في البداية نشكركم على الاستضافة الهاتفية ونشكركم على اللفتة لهذا الموضوع في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان الذي 4 فبراير من كل عام. إذا ما أعطينا تعريف للورم السرطاني فهو عبارة عن مجموعة أمراض تحدث عندما تتحول خلايا الجسم إلى خلايا غير طبيعية. تنقسم دون نظام، دون تحكم أو نظام، لكنه في النهاية ليس مرضا معديا. في اليمن للأسف تصل معظم الحالات في مراحل متأخرة وليس في المراحل البدائية. إذا ما تحدثنا، أنت طلبت مني أن نتحدث عن العوامل أو الأسباب في اليمن بشكل خاص. نعم. في الحقيقة نعم، وكيل صاحب تحدث قبلي عن الأسباب العامة لكل بلدان العالم، وسأخصص هنا الأسباب الخاصة باليمن. فأولها غياب نظام الدولة أدى إلى التهريب الكبير للمبيدات الحشرية والزراعية وغيرها من الكيماويات دون رقابة أو تعقب. هذه كلها عبارة عن مواد مسرطنة وتصيبك سواء باللمس أو بالاستنشاق أو بالأكل، وتصيب الناس حتى في بيوتهم عندما تصل إليهم منتجات تتعرض لهذه الكيماويات. تظهر عرايات تتراكم في الجسم، يضرب المرض مهر الآن، لكن تتراكم لعشرات السنين حتى تظهر على هيئة سرطان. اليمن أيضا عادة الشمع المستخدمة في اليمن بشكل كبير أدت إلى ظهور هذا النوع من الأورام السرطانية بالإضافة إلى التدخين والقعد الموجود مسبقا. تدهور الوضع الصحي العام في اليمن أدى إلى تدهور الحالات وعدم حصولها على الرعاية الكاملة، عدم حصولها على الأدوية اللازمة أو الكيماوي الذي كان مدعوم سابقا، أما الآن فأصبح ليس مدعوما، وحيث أن الجرعة الواحدة تصل إلى $1,400 ومن ثم متابعة شهرية لا تقل عن 100,000 في ظل صحي واقتصادي متدهور وزيادة الفقر والجوع. طيب، إلى عدم تتحدث الآن دكتور وليد على أن الأدوية ما عادت مدعومة من قبل السلطات المختصة ومن قبل الحكومة، ما هي الأسباب التي
دفعت إلى ذلك بحسب علمك؟ كما ذكرت لك في البداية، تدهور الوضع الصحي العام في اليمن خصوصا والوضع العام. نعم دكتور. شيء أدى إلى مثلا مراكز معالجة السرطانات لم تعد تشتغل بكفاءتها المعتادة، وإنما أصبحت تشتغل ب 50% من قدرتها أو من كفاءتها وبعضها 30%، حيث أن لا يوجد لا دعم من الحكومة ولا من معظم الجهات الخارجية لهذه المراكز، أدى إلى عدم حصول المرضى على الأدوية اللازمة، وأيضا القدرة البشرية حيث أن الموظفين لم يعد يستلموا رواتبهم، أدى ذلك تغييبهم وعدم القيام بواجبهم. طيب دكتور، يعني عندما تحدث على أن السلطات المسؤولة ربما هناك إشكاليات من ناحية دعمها، هل يعني تضاءلت نسبة المساعدة من قبل المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بخصوص مكافحة أو مواجهة الأورام السرطانية، أم أن الأمر لم يتأثر؟ في الحقيقة أنها تأثرت، ولا هي ليست مدعومة كما كانت سابقا، ومعظم المنظمات الدولية مشكورة هي بتقوم بجهودها في كل مكان وفي اليمن خاصة، غير أن معظم تركيزها على الأمراض المعدية أو السارية، وقليل التركيز أو دعم الأمراض والأورام السرطانية في اليمن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور وليد. أعود إلى ضيفي من عدن وكيل وزارة الصحة الأستاذ علي الوليدي. إذن أستاذ علي، الآن عندما نتحدث عن هذه الزيادة وهذا الارتفاع وجميع هذه العوامل التي تفضلت وتفضل الدكتور وليد بالحديث عنها بالنسبة للوضع الصحي في البلاد، ما السبيل لمواجهة كل ذلك برأيك؟ حقيقة في البداية أشكر زميلنا الدكتور وليد من صنعاء. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة، من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة هذه التحديات فيما يتعلق بالقطاع الصحي بشكل عام والمراكز الأورام بشكل خاص. نحن قدمنا موازنة الآن العام 2018 من ضمنها مراكز الأورام في عموم محافظات الجمهورية، إن شاء الله أن في الأيام القليلة القادمة سنتخطى كثير من التحديات التي تواجهنا في موضوع الموازنة التشغيلية لمراكز الأورام في هذه المراكز، لكن نطلب من أشقائنا في مركز الملك سلمان والإغاثة والأعمال الإنسانية، وهنا جهود كبيرة تبذل من قبلهم لمساعدتنا في حل كثير من الإشكاليات. أيضا ستكون لنا لقاءات قادمة مع الأخوان في منظمة الصحة العالمية حيث هم الشريك الأساسي لوزارة الصحة العامة والسكان، وإن شاء الله سنصل إلى حلول كثير من التحديات التي تواجه مراكز الأورام. هناك إشكالية كبيرة تواجهنا في مراكز الأورام وهي موضوع التسجيل، حيث أنه لم يكن هناك تسجيل مبكر لعدد من الحالات، أيضا التشخيص، الأدوية، كثير من التحديات واجهتنا، وكان سبب رئيسي فيها ما قامت به ميليشيا الانقلاب على القطاع الصحي بشكل خاص. هذا كله أثر سلبا. نحن اليوم في وزارة الصحة العامة والسكان نحاول بقدر الاستطاعة أن نحافظ على النظام الصحي من عدم الانهيار، واستطعنا بذلك بالتعاون وبالشراكه مع اشقائنا في التحالف العربي خصوصا مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. طيب في سياق الحديث عن عمليات التوعيه استاذ الوليدي، وكنت تتحدث على ان هناك حاجه كبيره لهذه التوعيه خلال ووضع استراتيجيات ربما لها خلال حديثك قبل قليل، هل الأمر جاري مع التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة وبقية الشركاء في المنظمات أم لا؟ نعم هناك تنسيق، واليوم في العاصمة عدن كان هناك لقاء أو فيما يتعلق بالاستراتيجية وتفعيل الاستراتيجية التي كانت مقررة من 2007، وإن شاء الله الناس تتفعل الاستراتيجية مع وزارة الصحة العامة والسكر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. حضر هذا اللقاء عدد من الأكاديميين والمختصين في جامعة عدن وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة السرطان في عموم محافظات الجمهورية. إذن أشكرك أستاذ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك دكتور وليد. دكتور،
يعني في جانب أن الوقاية خير من العلاج كما يقول المثل أو تقول الحكمة، هل ينطبق ذلك على الأورام السرطانية وكيف السبيل لذلك من وجهة النظر العلمية؟ نعم أخي العزيز، طبعا في اليمن أشهر أنواع السرطانات المنتشرة هي سرطان الغدد الليمفاوية، يليها سرطان الدم، يليها الجهاز الهضمي والبلعوم. وفي الحقيقة لم تقوم وزارة الصحة ببحث شامل يبحث لنا عن سبب هذا النوع من السرطان في اليمن بشكل خاص، لأن انشغال النوع من السرطان في اليمن يعد أمر مخيف ولا يتوافق مع الأرقام العالمية، وهو أمر غير متوقع، حيث أنه ازدادت الحالات يعني من 13 ألف حالة إلى 20 حالة إلى 30 ألف حالة، فالرقم مهول ويزداد بسرعات كبيرة، حيث أنه معروف أن السرطانات أو الأورام هي أمراض الدول المتقدمة وليست الدول الفقيرة. لكن إذا تكلمتني عن جانب الوقاية من هذا المرض، ففي بداية الأمر لابد من الجهات الحكومية الرقابة الصارمة على المبيدات الخطيرة كالمبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية، وأيضا على ماذا دكتور؟ دكتور وليد، دكتور هل تسمعني؟ أيوة. نعم، انقطع الصوت عندما كنت تتحدث على الرقابة الصارمة على المبيدات الحشرية وكنت واصل لك انقطع الصوت، تفضل. نعم، ليس فقط المبيدات الحشرية والزراعية، إنها أيضا المواد الغذائية، فهناك تهريب كبير للمواد الغذائية ولأدوية فاسدة وكلها عبارة عن مواد مسرطنة. أساليب الوقاية الأخرى التي تعتمد على الشخص هي اعتماد نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن تناول التبغيات كالشمع والتدخين، كذلك تناول الغاز خاصة إذا كان مستخدم فيها المبيدات الزراعية، أكل الخضار والفواكه بصورة مستمرة أو بصورة منتظمة يؤدي إلى التقليل الكبير من نسبة هذه الأورام، والحفاظ على جسم وزن مثالي واعتماد نظام رياضي صحي، كل هذه إجراءات تساعد على الوقاية من السرطانات إن شاء الله. طيب الآن عندما نتحدث على الخارطة، خارطة الإصابة بالأورام السرطانية دكتور وليد في اليمن بشكل عام، هل تعطي دلالة ما هذه الخارطة أم أن الأمر يعني متساوي في جميع المحافظات أو تتوزع نسبة الإصابة بشكل متساوي؟ نعم، معظم الحالات الوافدة إلى صنعاء أو مركز الأورام هي من أمانة العاصمة، تليها صنعاء، تليها محافظة إب، تليها محافظة تعز. ومعظم هذه الأورام تعرفت نسبة أنها عبارة عن سرطان الغدد الليمفاوية، ولا يوجد ماذا دكتور؟ ولا يوجد بحث علمي يبحث عن سبب وجود هذا الورم بالذات في اليمن. مفهوم. لكن ماذا عن يعني دلالات الإصابة، من أين كانت هذه الإصابة؟ هل يعني عوامل الإصابة تتوزع بشكل متشابه في جميع المحافظات أم أن هناك تركز للإصابة بهذا الوباء في مثلا كما تقول في أمانة العاصمة، باعتبار الإصابات هناك يعني تسجل بشكل أكبر أو أكثر؟ أيوة، كما ذكرت لك أن معظم الإصابات المسجلة هي من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومن ثم تليها بنسب متفاوتة محافظة تعز وغير ذلك محافظة إب، ومن ثم تتقسم بقية النسبة على بقية محافظات الجمهورية. نعم، إذا أشكرك دكتور وليد السجيري أخصائي الأمراض السرطانية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، على تواجدك في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك للأستاذ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة الذي كان معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وبقية الأفراد في الطاقم الفني. دمتم بخير، في أمان الله.